عليكم. هنا عندنا الجزء العملي على ماكينة السي ان سي عن طريق استاذ اياد طه، استاذ محترف في مجال السي ان سي. طبعا هنا استاذ اياد سوى لنا برنامج كامل على الماكينة، كتب دايركت هذا البرنامج كما موضح بهذا الشكل. هاي هنا شنو هذا البرنامج؟ هذه القطعة الموجودة عندنا هسه بيثبتها استاذ اياد، هذه شكل القطعة. وهنا راح يصير من الطرفين، هذا الجزء الطرف الاول انا راح اسوي تعديل وجه اضافه الى جزء من الخراطه الطوليه، وبعدين يقلب القطعه ويسويه من الطرف الثاني هم تعديل وجه واضافه الى الخراطه الطوليه. طبعا هنا راح يبدي بعمل التشغيل عن طريق استاذ. هسه انت شغلتها بعد هاي الحركه؟ لا اصفر. راح يبدي يصفر؟ نعم. بعدين وراها التاتشيز. نعم، هذا البرنامج الكافي استاذ اياد بهذا الشكل. حركة تصير بهذا البرنامج هذا الرسم البياني للتنفيذ. شكرا.